النهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن الجريمه الالكترونيه. طبعا كلنا كمحامين او لسه حتى مبتدئين او المحامين اللي هم بداوا واشتغلوا في مهنه المحاماه مهنه فعليه، كانت بتقابلنا ناس بتيجي تكلمنا تقول لنا لو سمحت انا عندي مشكله الكترونيه، وانا دخل لي حد عمل لي سب وقصف، حد تاني هددني، حد سرق حسابي، الاكونت الفيس بتاعي اتسرق قبل كده، مره عامل جروب مثلا على الفيس اخترق وبداوا ناس تشير عليه كلام خارج جدا عن الاداب العامه، بدا مثلا حد كان عامل موقع معين بدا الناس تخش على الموقع دوت وتسرق البيانات اللي فيه، تسرق البيانات الخاصه بالناس اللي جواه. طيب انا كمحامي قاعد في المكتب بتاعي دلوقتي، جالي حد اشتكى لي الشكوى دي، انا هتعامل معاه ازاي؟ الا لما اكون فاهم يعني ايه اصلا كل كلمه هو بيقولها، فاهم يعني ايه الفرق بين الجريمه الالكترونيه، وفاهم يعني ايه الفرق بينها وما بين الجريمه التقليديه اللي هي العاديه الجريمه الجنائيه ايا كانت صورتها. فمره كان في منصه تدريب الكتروني كانت في دبي، كانت ناس بتتكلم فيها قال لك ان ما ينفعش المحامي هو اللي يمسك الموضوع الدفاع عن الجريمه الالكترونيه، لان هو للاسف مش هيبقى فاهم في التقنيه الهندسيه للايه؟ للكمبيوتر. طيب اقترحنا كلنا مقترحات ان احنا لازم كمان نتعلم، احنا كمان ان احنا مش اقل من حد، ان احنا نتعلم يعني ايه التقنيه الهندسيه علشان نقدر نفهم الجريمه الالكترونيه. طبعا الجريمه الالكترونيه بحرها واسع كبير جدا ومداخلها كتيره جدا، ولكن هنبدا النهارده واحده واحده نحط رجلينا وخطواتنا خطوه خطوه على الجريمه من بدايتها. يعني ايه الجريمه الالكترونيه؟ ايه هي اركان الجريمه الالكترونيه؟ ايه هو الدليل الالكتروني؟ وايه فرقه ما بينه وبين الدليل المستند العادي في الجرائم التقليديه؟ ازاي انا بعرف اثبت الدليل الالكتروني ده قدام المحكمه علشان اعرف اتكلم؟ انا ما جيش ابقى واقف في مره زي ما شفتها بعيني قبل كده، جه محامي بيتكلم مع خبراء في جرائم الكترونيه قال له معلش يا استاذ اتفضل كده لو سمحت، ده شغلتنا، حضرتك مش هتفهم في التقنيه دي عشان الدليل مش واضح وكلام كله كنا بنسمعه طبعا حاجه احنا ما نرضاهاش تماما. هنعرف بعد كده ايه هي انواعها، مين هو المجرم الالكتروني على المستوى الدولي وازاي بيتصنف، وهنبدا بعد كده ان شاء الله لو لينا لقاءات تاني مع بعضينا هنمسك جريمه جريمه وهندرسها من الجرائم الالكترونيه، من الاختراق، سرقه الحسابات، والاعتراض، والدخول الغير مصرح، الى اخره الى اخره. طيب نبدا دلوقتي بالجريمه الالكترونيه. انا هقول التعريف بصوره صمة وهنمسك المصطلحات اللي جواها، لان احنا كنا بنسمع جرائم الكترونيه كتيره جدا، محاضرات كتيره جدا، ولكن برضه في الاخر بيبقى في مصطلحات في النص واقعه مننا كلنا مش فاهمينها. طيب كل الفقهاء وكل القوانين اتكلمت عن الجريمه الالكترونيه وعرفتها بانها هي كل اعتداء او كل عمل او امتناع عن العمل، يبقى كل عمل او امتناع عن عمل باستخدام التكنولوجيا الحديثه الكمبيوتر او الانترنت بقصد الاعتداء على حق او مصلحه او بيانات او معلومات يحميها القانون، وبقصد الاضرار بالانظمه والاجهزه والشبكات. ايه الكلام اللي انا قلته ده كله؟ ايه التعريف الصم ده؟ المفروض ان احفظ الكلام ده كده؟ لا. يعني ايه هو عمل او امتناع عن عمل باستخدام الجهاز الحاسب او الانترنت؟ اول حاجه الجريمه الالكترونيه ما بتتمش تماما الا باستخدام الانترنت او الكمبيوتر، يبقى اول وسيله في ارتكاب الجريمه الالكترونيه هو ارتكابها عن طريق الكمبيوتر او الانترنت. طيب بقصد الاعتداء على حق او مصلحه، ماشي خلاص الكلام ده مفهوم. او الاعتداء على بيانات او معلومات. طيب يعني ايه بقى الاعتداء على بيانات او معلومات؟ يعني ايه الكلمه دي؟ ودي اتذكرت في القانون 175 لسنه 2018، قال لك ان كل من يعترض البيانات والمعلومات الالكترونيه. وضح لي يعني ايه البيانات والمعلومات الالكترونيه؟ قال لك ان الاعتداءات اللي بتتم على البيانات والمعلومات الالكترونيه، او ايه هي اصلا البيانات والمعلومات الالكترونيه؟ قال لك هنفرق ما بين البيانات الشخصيه والبيانات الحكوميه، بمعنى برضو انا مش فاهم اللي انت عايز تقوله. عايز اقول لك ان الجريمه دي ما بتتمش الا الكترونيا باستخدام الكمبيوتر، وبتتم الفعل يعني المحل بتاع الجريمه اللي بتقع عليه الجريمه هي البيانات والمعلومات الخاصه بالاشخاص. طب مين هم الاشخاص؟ هنختلف او هنا
هنفرق ما بين البيانات الخاصة بالأشخاص والبيانات الحكومية. يعني إيه؟ إيه البيانات بتاعتي أنا اللي ممكن تكون محل الجريمة الإلكترونية اللي أنا بجري على طول على المباحث أقول له الحقني أنا وقع عليا اعتداء. طب وقع عليك اعتداء إزاي؟ عندي البيانات بتاعتي، بيانات الإلكترونية بتاعتي اتسرقت، هي إيه البيانات بتاعتي؟ قالك إن محل الجريمة الإلكترونية التي يتم إيقاع، وخليني أتكلم معاكم عادي، الجريمة الإلكترونية بتقع على البيانات الشخصية للفرد اللي هي ممكن تكون اسمه، حساباته البنكية، عنوانه، تايتل بتاعه، الشهادات بتاعته، الكلام ده كله على الإنترنت. يعني إيه؟ أنا مثلاً مشترك على موقع جوميا وببدأ إن أنا مثلاً بطلب بعض الحاجات تجيلي دليفري. طبعاً علشان يعمل لي يوافق لي حاجة زي كده لازم بدخل ودخل بياناتي ومعلوماتي والعنوان والكلام ده كله. دي بيانات بتاعتي أنا مأمن عليها موقع جوميا، وبعد شوية هنعرف المسؤولية جاية على مين؟ على مدير الموقع ولا المجرم ولا ولا ولا، هنعرف ده كله دلوقتي ازاي هنتعامل معاه. قالك يبقى محل الجريمه هي البيانات الخاصه بالافراد، الاشخاص العاديه سواء كان اشخاص طبيعيه او اشخاص اعتباريه، ليه بقى زي الشركات اللي عاملينها سايت على النت والكلام ده كله. يبقى ايه هو محل الجريمه؟ هي البيانات الالكترونيه. ايه هي البيانات الالكترونيه؟ هي كل ما يخص الشخص من اسمه، عنوانه، أرقام الحسابات البنكية الخاصة به، أرقام الاي دي، التايتل، شهاداته لو نشرها على النت، وهكذا الشركات الخاصة. طيب، أدي أول محل للجريمة الإلكترونية البيانات اللي بيتم الاعتداء عليها. طيب، في محل تاني؟ في البيانات الحكومية ودي هنعرفها بعد شوية، اللي هي كل ما يخص من أجهزة الدولة، من الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الرقابية. الثلاث حاجات دول الدولة بيقع عليهم جريمة إلكترونية، وهنعرفها بعد شوية في جريمة فعليا وقعت على انتخابات أمريكا وفرنسا، هنقولها دلوقتي في المتهمين أو المجرمين إلكترونية. يبقى إيه هو محل الجريمة الإلكترونية؟ البيانات الإلكترونية الخاصة بالأشخاص أو الخاصة بالأجهزة الإدارية للدولة، وخاصة إن الأجهزة الإدارية للدولة أو الأجهزة الرقابية أو الوزارات على البيانات او المعلومات الخاصة يا اما بالاشخاص الطبيعية او بالايه البيانات الحكومية. تمام؟ في مشكلة؟ تحت امر؟ لا طبعا. ما هقول لك على حاجة، انا ممكن اكون حاجات انا مسجلها على الجهاز وقفلها من غير انترنت خالص، وانا ادخل على جهازك من غير ما اكون فتح انترنت، جهازك اللابتوب بتاعك ده ادخل عليه وانا اشتغل عليه وبوظ لك عليه الدنيا كلها وانت ما سبتش على اي حاجة. انت حافظ فايلات بتاعتك على جهازك وانا زميلك في الشغل، ورحت داخل، رحت داخل على جهاز سيادتك على اللابتوب بتاعك، رحت ضارب لك الفايلات كلها او اخدت منها نسخه ليا، رحت محولها عليا انا او بفلاشه وقعدت مكاني تاني على جهازي. جيت تاني يوم لقيت الحاجات براءات الاختراع اللي انت عمال تقلب فيها بقالك ايام وناوي تعرضها على المدير، لقيتها قال لك الله ده محمود عرضها عليا قبلك وهي اصلا حاجتك انت. بالظبط. على الموبايل. هي الوسائل الالكترونيه اللي اقصدها، ولكن هي هنا استخدمناها بدون انترنت، بس باستخدام ايه؟ حاسب الايه؟ صح؟ طيب، يبقى اول محل الجريمه هي البيانات الالكترونيه. طيب، انا ازاي انا مجرم الكتروني؟ اعتبروني انا مجرم الكتروني. تمام؟ قدامي البيانات والمعلومات بتاعت الناس دي، ايه اللي هعمله في البيانات دي؟ عشان انا كده فعليا عملت جريمه الكترونيه. تمام. وده السؤال بقى اللي اتسال قدامي قبل كده في قضيه، مسك القاضي مسك الورقه وكتب، قال كان بينفع يقول ايه قدام المحامي؟ وقد تمت المعالجه الالكترونيه للبيانات. بقى احنا واقفين
المعالجه الالكترونيه للبيانات هي دي الجريمه اللي هي المعالجه الالكترونيه. ان انا دخلت على بيانات الاستاذ اللي هو مستعرض من بياناته، رحت داخل عليه عملت له معالجه للبيانات بتاعته. معالجه؟ طب ما انت كده بتعالجني. لا، المعالجه دي هي دي الجريمه، ودي مذكوره في القانون 175 سنه 2018. قال لك ان محل الجريمه هي البيانات. طب ازاي بسرق او ازاي بتهجم او ازاي بعمل جريمه؟ قال لك بدخل على البيانات دي بعمل لها معالجه. انا مجرم، دخلت على الجريمه عملت لها معالجه. يعني ايه بقى معالجه؟ قول لي كده ايه المعالجه؟ قال لك هي كل عمليه تقنيه. عمليه تقنيه يعني عمليه محتاجه واحد دارس فاهم. ما تكتبوش الكلام دوت، انا كده كده في كتاب صغير هننزله هنمشي واحده واحده في الجرايد ان شاء الله، تمام؟ قال هي كل عمليه تقنيه كليه او جزئيه للبيانات بقصد نقلها، نسخها، ازالتها، محوها او تعديلها او نشرها. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ يعني انا لما بدخل على البيانات دي وعايز اعمل جريمه هعمل لها عمليه معالجه الكترونيه. يعني ايه المعالجه الالكترونيه؟ قال هي عمليه تقنيه كليه او جزئيه. يعني هدخل اسرق يا المعلومات كلها يا جزء من المعلومات بس. هعمل لها ايه؟ يعمل لها نشر، محو، ازاله. يعني هدخل على بيانات الاستاذ يا اما هاخد بياناته دي سوري هنفضحه يبقى انا نشرتها، يا اما همسحها له من على الموقع انا ازلتها، يا اما هشاركها مع حد تاني او اعدلها وابوظ له التايتل بتاعه. يعني حد مثلا كان مقدم على وظيفه معينه في السي في بتاعه مثلا على موقع معين او منظمه معينه، ودي حصلت معانا احنا. انا كنت ممثل في تبع المنظمه النوت كانت مكتب تمثيل الامم المتحده، وحصل قدام ان كان في النزاعات الدوليه المسلحه كانوا مقدمين ابحاث، لقينا شخصين مقدمين نفس البحث بنفس الاسم بنفس العنوان يعني بس مختلف. وطبعا راح الشخص دوت وهو بيقدم البحث طلع اشتكى قدام المنصه ان البحث بتاعي اتسرق والبحث بتاع الاستاذ ده مسروق مني. ده قال لا وده قال لا، عملوا محضر الكتروني وراحوا وعرفوا فعليا ان حصل اختراق من الثاني على الاول ودخل على الاي بي وكلام كتير قوي كده هنعرفه. ولكن الحاجات دي فعليا بتحصل، هو دخل على بياناته وحاجته اخذها يعني قالها او. يبقى نرجع تاني، الجريمه الالكترونيه هي الاعتداء اللي بيتم على البيانات، يا اما البيانات الخاصه او البيانات الحكوميه. طب ايه هو اداه الجريمه؟ اللي هو الكمبيوتر او الانترنت او اي وسيله الكترونيه في التواصل، تمام؟ بقصد المعالجه الالكترونيه اللي هعملها للبيانات دي. طيب في اي مشكله في التعريف او في دخله الجريمه نفسها؟ طيب مين اللي هيقوم بالجريمه دي؟ مين هيقوم بالجريمه؟ مش شخص، مش شرط الاشخاص الاعتباريين. انت حضرتك مهندس الكمبيوتر تقنيه عاليه جدا، اسمه ايه؟ متهم او مجرم الكتروني. مجرم الكتروني، مين بقى المجرم الالكتروني ده؟ قال خد بالك ان المجرم الالكتروني يختلف عن المجرم التقليدي. المجرم التقليدي لو انتم فاكرين كده في سنه اولى اخذناها في علم الاجرام والعقاب اللي هو نظريه لومبروزو وفرويد والكلام ده، اول ان هو شكله مش عارف ايه وايه والبيئه الاجتماعيه كانت صعبه عليه. لا، المجرم الالكتروني ده، نعم حد عايز يتكلم؟ المجرم الالكتروني ده شخصيه تقنية عالية جدا، حد هو دارس يعني ايه يدخل على شبكات وأنظمة ويضربها. طب ايه هي الشبكات دي؟ يعني احنا قلنا برضو في التعريف من شوية قلنا ان هو بقصد الاعتداء على حق وبالضرر على الأنظمة والشبكات. ايه هي الشبكات؟ ليه مجموعة الأجهزة الخاصة مثلا بشركات معينة، مجموعة مثلا أجهزة خاصة بالجامعة المعينة، كذا كذا، يعني مجموعة برامج مرتبطة بأجهزة كمبيوتر واحدة. طيب مين بقى هو المتهم أو المجرم الإلكتروني؟ قال لك إن الراجل ده بيختلف تماما عن المجرم التقليدي، إن هو مسمى كده شخصية تقنية عالية، حد ذكي جدا، حد شاطر جدا، حد بيفهم هو بيعمل إيه. تمام. صنفته المنظمة الدولية لثلاث انواع المتهم الالكتروني اللي احنا ممكن نقابله في يوم من الايام. يا اسمه هاكرز، يا اما كراكرز بالكاف كراكرز، او مطلقه الالعاب المميته
والمواقع الإباحية ومنظمات الإرهاب. قال لك إن الثلاث الناس اللي هي بتعمل أو هم اللي مسميين متهم أو مجرم إلكتروني بيجون حاجة من الثلاثة دول، يا هاكر يا كراكر يا إما مطلق مواقع، يعني بخشش يضر حد بس كفاية إن أنا بنشر الموقع ده، إن أنا بضر بيه جريمة، يعني في بنشر موقع إباحي. أنا ما دخلتش على بيانات حد بس عملت إيه؟ نشرت موقع ضد النظام العام والآداب، خليتكم تخشوا تتفرجوا عليه، كده أنا ضررتكم، يبقى أنا كده برضو صنفت المنظمة الدولية على إنه إيه؟ متهم إلكتروني. وده اللي بيحصل هنا في المواقع هنا، هو اللي بيحصل بعض المحامين ربنا يا رب يبارك لهم بيطلعوا ان هم فعلا بيروحوا يقدموا بلاغات على اسامي مواقع معينه تبقى حاجات مش كويسه وكده هو، وبالفعل تتقفل هنا في الشبكات عندنا.